السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة الزملاء الأعزاء، برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات حماية يوتيوب. في بداية حلقة النهاردة حابب أشكر كل الناس اللي اتفاعلت معايا وتواصلوا معايا، وحابب توصلني أسئلتكم ومقترحاتكم. حلقة النهاردة استكمالا لموضوع الحلقة السابقة عن نورمال ليكوسايتس. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على النيوتروفيل، على اساس دول من مجموعه اللي هو جرانيولار او سيجمنتد. النهارده هنتكلم على الايزينوفيل والبيزوفيل. نبدا بالايزينوفيل ومعاها الايزينوفيليا. الايزينوفيل دي من الخلايا اللي هي يعني ايه سهل قوي تشخيصها، خاصه اللي هي لما تبقى مسبوغه صبغه كويسه قوي. دي السايز بتاعها بتبقى اكبر شويه من النيوتروفيل. طبعا السايز بتاعها هنا يعني ايه ممكن لما يجي يقول لك من 15 ل 20، ولكن هي كاركترايز بوجود اللي هو النيوكليس بتاعتها في معظم الاحوال بتبقى عباره باي لوبد، عامله زي هم لهم تملي شبه، يقول لك شبه النضاره. ولكن برضك دي ممكن دي تعمل ساعات اشكاليه لو بعض خلايا الايزونفيل بتبقى فيها 3 و4 سيجمنت والناس يفتكروها نيوتروفيل. لكن انا اللي شخصها قوي هو السيتوبلازم. السيتوبلازم هنا بيحتوي على نوع واحد من الجرانيولز. الجرانيولز اللي هي بتبقى عباره عن لارج واسيدوفيليك. شايفين هنا كده لو احنا بصينا للنواه هنا النيوكليس هنا ممكن تخدعني، واحد يقول لك دي عامله شبه سيجمنتد، ولكن لو انا بص للسيتوبلازم لاقي ان هو الجرانيولز بتاعتها كبيره وبارزه ومحمر. صورة تانية دي بردك مارك الايزينوفيليا زي ما شايفين هنا كده، في هنا دي ايزينوفيل، دي بردك اهي كأنها ايه حتة لوب واحد، ولكن بردك دي. المهم ان السيتوبلازم بيحتوي على ايه الجرانيولز اللي هي اللارج، خلاص، واللارج ولونها ايه جلدو جولدن يلو. بردك هنا نفس الوضع، بردك ادي دي هنا باي لوبد وهنا باي لوبد، هنا بردك نفس الوضع، دي ادي اهي بردك. ما يهمنيش كميه الجرانيولز قد ايه، ممكن تبقى الكميه فوق بعض وممكن تبقى الكميه تبقى زي هنا لوز شويه، ولكن هي الباترن بتاعها والشيب بتاع الجرانيولز شكله ايه. لو واحد قال لي ايه اللي جنبها، لا مفيش فيها جرانيولز، دي هنعرفها بعد كده دي اسمها ايه مونوسايت. شايفين السيتوبلازم هنا دي اجرانيولر، هنا نفس الوضع بقى. شايفينها هنا لاحظتم ان معظم الخلايا هنا تحتوي مش على باي لوبد، ودي من ضمن الحاجات اللي الناس تنخدع منها ويقولوا على ايه سيجمنتد. يعني هما يقولوا على دي يقولوا عليه ايه ايزينوفيل، ولكن هنا ودي برضك ايزينوفيل، هنا يقول لك الله طب ما دي فيها 4. لا انا يهمني ايه هو اللي يحددها اللي هو الجرانيولز. وبعد ما احنا شفنا افلام اللي هو الايزينوفيل والايزينوفيليا هنشوفها تحت الميكروسكوب برضك كميات كبيره منها، علشان ايه ما ننخدعش باللي هو الشيب بتاع النيوكليس، ونهتم بايه بالجرانيولر سايز وكلر وشيب. زي ما احنا شايفين دي ايزو ودي ايزو ودي ايزو، هنا مش شرط، هنا ايه مش شرط ان يبقى فيها 2 لوب، ممكن تبقى اكتر من 2 لوب، ولكن انا اللي يهمني فيها اللي هو ايه الباترن اوف جرانيولز بتاعتهم. اهو هنا باي لوب، هنا الاثنين باي لوب، طبعا دي ايزو وايزو، هنا باي لوب وهنا تراي لوب، وهنا دي ليمفو ودي ليمفو. شايفين هنا بقى دي ايزو وهنا مونو وهنا مونو وهنا ليمفو وهنا ايزو. اوكي، يعني الصوره ديت مبينه 2 مونو و2 ايزو باي لوب وهنا الليمفو. اوكي، دي سيجمنتد، اوكي، ودي ليمفو، يبقى دي سيجمنتد مش ايزو، لان الجرانيولز ما فيش جرانيولز بتاعت اهي. شوف بقى الفرق ما بين اللي فاتت ودي، ها دي الايزو وهنا ايزو وهنا ايزو باي لوب، هنا بردك هنا ايه شايفينها دي هنا ودي ايزو ودي ايزو، ماشي، ودي ليمفو ايزو. يبقى ايه اللي انا بيخليني ان نقول ان دول ايزو؟ شايفين الجرانيولز هم دي الجرانيولز اللي هو في سيتوبلازم. اوكي، دي ليمفو، ماشي. طب احنا هنقعد نمشي كمان ليه لغايه لما نشوف كمان اللي هو عند التيل اوف ذا فيل، هنبص نلاقي ايه الجرانيولز بتاعتنا اتفرقعت، يعني السيلز اتفرقعت ويطلع منها الجرانيولز. هنا دي
شايفين دي ماركت ايزنوفيليا، دي ايزو 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 ايزو، وهنا ليمفو. انذر فيلم بردك هنشوفهم في ايزنوفيليا بردك، شايفينها دي ايزو ايزو ايزو. شايفين انا الجرانيولز بتاعت الايزو هنا، ها الخلايا متفرقعه زي حب الرمان او زي الذره طالعين بره الخليه، ودي بردك دي هنا بردك ايزو. وهنا الكونتنت بتاعت الايزنوفيليا جرانيولز كتيره قوي، شايفين هنا ايزو، كل دي ماركت ايزنوفيليا، دي ايزو ايزو، وهنا ليمفو ايزو ايزو، هنا ايزو بردك، هنا ايزو، شايفينها ايزو مفرقعه. الفيلم ده كان ماركت ايزنوفيليا كان حوالي 80%، دي ليمفو ليمفو، وبعدين دينا ايزو ايزو ليمفو اهو، شايفين هنا ايزو، شايفين بردك ايزو، وهنا بردك ايزو، شايفين الكونتنت بتاعت الايزو دي الباي لوب، ودول اللي هم ايه بس هنا فيري يعني دي بيلو. اوكي، وهنا بردك نفس الوضع بردك، كل دول ماركت ايزنوفيليا. فاحنا بنتفرج على كم رهيب، وممكن تبقى تو لوبس هنا بس، واحد اتنين تلاته اربعه، ولكن هنا ايه ايزنوفيليا. يبقى اللي احنا الرساله اللي انا عايز اوصلها لكم، ان لما حد يتفرج على الايزنوفيل اهم حاجه فيها هو الجرانيولز وليس عدد اللوبس اللي فيها قد ايه. يعني بصوا هنا في 1 2 3 4 1 2 وهنا 1 2 3 4، يبقى اهم حاجه ايه؟ عايز الانسان ينسى. اه ففي افلام كتير جدا غالبيتهم بتبقى باي لوب، ولكن لما بيبقى بهذا الشكل لما بيدخل ليه في السيل كاونتر خاصه 3 بارت بتتعدى ان دي ايه؟ سيجمنتد. الفيلم ده في 3 بارت طلع 0% ايزو، وهو لما الواحد يتفرج عليه يبص تلاقي كله ماركت ايزنوفيليا، ماشي؟ فيبقى دول كده، يبقى هي دي الرساله اللي احنا يعني نعرفها، كل دول ايزو، كل دول ايزو، خلاص؟ يعني حتى الجرانيولز دي صح ان دي مليانه قوي ودي كده، ولكن مش مشكله، ولكن المهم ايه؟ مش بكثافه الجرانيولز ولكن حجم الجرانيولز وشكلها. دول الليمفو، دي ايزو، كل دول ايزو، هنا ايزو ايزو، اهي باي لوب، هنا باي لوب باي لوب، ماشي؟ يعني طبعا شفتم كميه ايزو باشكال والوان، ها ودي ليمفو، كل فيلم يعني ايه ماركت ايزنوفيليا. اعتقد ان احنا شفنا يعني كم كبيره قوي اهو كذا لوب، ولكن كلهم ايه وشايفين اللي ما في فرقعه اهي شايفينهم. لما كده نطلع عند التيل نتفرج، لما الواحد تستشكل عليه الموضوع يطلع لي عند التيل. اوكي، وان شاء الله كده تكونوا يعني ايه ثبتت الصوره عندكم. بعد ما شفنا الخلايا الايزنوفيل وشفناها في الفيديو في تحت الميكروسكوب، دلوقتي ايه نكمل اخر واحده من خلايا اللي هو السيجمنتد او جرانيولوسايت اللي هي البيزوفيل. فالبيزوفيل ديت من الخلايا اللي هي كميتها قليلة قوي في البريفر بلاد، بتبقى من 0 لـ1%، ودي من الخلايا الخطيرة. يعني أنا بالنسبة لي لو أنا لقيت أكتر من 2% دي بتعتبر حاجة سيريس، خاصة وجودها تملي في حاجات في أمراض خطيرة معظمها نيوبلاستيك. فبالتالي مهم جدا، طب أنا لو طلعت في فيلم بعيد ولقيته 2% يبقى لازم نعد 100 أخرى علشان دي ممكن يتحدد عليها ان احنا نعملها بون مارو او بعد التحاليل الاخرى. اوكي، دي خليه بتبقى عباره عن سيجمنتد ولكن مضغوطه اللوبس جنب بعض، فمش هنشوفها زي النيتروفيل ولا الايزينوفيل، لا تبقى فوق بعض، وبعدين بتحتوي على جرانيولز. الجرانيولز ده هي بتبقى هايلي بيزوفيليك، اي حاجه تبقى هايلي بيزوفيليك بتبقى بتاخد اللون اللي هو ديب فايلوت او بلاك، هي بتبقى ديب فايلوت قرب ان هي تبقى سودا على حسب اللي هو الانزيم كونتنت فيها، ماشي؟ زي ما احنا شايفينها ادي هيت، كل دي عباره عن ايزينوفيل بيزوفيل، هنا نفس الوضع بردك، ادي دي واحده بيزوفيل، شايفين؟ ما يهمنيش بردك الكونتنت بتاعتها قد ايه كميته، ولكن انا شكلها سودا او ديب فايلوت، وموجودين في هذه الخليه دي بيزوفيل ودي بيزوفيل. هنا بردك اهي شايفين هنا خليه مثلا فيها 1 2 3 4 5 6 7، لو واحد مش حاططها في دماغه ممكن يحصل ايه؟
ان هو مس هذا، او لو الصبغه فيها ترسيب مش هيشوفها، نفس الوضع. وبعدين هنا كل دي تلاقي الجرانيولز ممكن تبقى اوفر النيوكليس، يعني ممكن شايفينها هنا فوق النيوكليس بالاضافه للسيتوبلازم، بينما في الايزينوفيل بتبقى في السيتوبلازم وما تبقاش الجرانيولز فوق النيوكليس، يبقى دول مجموعه تانية. هنا برضك نفس الوضع، برضك شايفينها دي نقط ممكن واحد تروح عليه، انا بجيب لكم وهتشوفوها في الفيديوهات او في اللي هو في الميكروسكوب في لايف، هتشوفهم كل الحاجات دهيت، وبعد كده تتعودهم تشوفوها. لان في انا ساعات ناس بتجيب لي افلام وتقول لي احنا شفنا 2%، وانا جينا عدها لقيها 11 و12 و15%، لان هم ما عدوش الحاجات اللي زي ده. ودي بقى بقولها تاني مره، ان دي من الخلايا اللي احنا ايه خطيره نهتم بيها. ادي هنا ما لكمش دعوه ببقيه الخلايا، احنا بنجيب قلنا بعض الافلام علشان نوريكم شكل البيزوفيل، فممكن في الحاله اللي زي ديت في مرض معين لما نيجي نتقدم بعد كده هنبقى نعرف الامراض دي اسمها ايه. شايفين البيزوفيل اللي موجوده فيها دي بيزوفيل، هنا نفس الوضع برضك دي بيزوفيل، وهنا دي بيزوفيل كذلك. هنا اللي عليهم السهم ده اللي احنا بنقول عليه ايه، دي بيزوفيل، وهنا بيزوفيل، وهنا بيزوفيل. شايفين قد ايه لو الانسان ركز عليها ويكون الميكروسكوب كويس والصبغه كويسه ما فيش فيها اي ترسيب بيقدر ايه يجيبها. شايفين نفس الوضع ده، كميه جرانيولز هنا كتيره، وشايفينهم كل دول عباره عن بيزوفيل. وهنا في الفيلد دي في هنا بيزوفيل وهنا بيزوفيل، يبقى كل دي لازم الانسان ياخد باله ايه منها قوي. كذلك دي بيزوفيل وهنا بيزوفيل وهنا بيزوفيل. وبعد ما احنا شفنا كده يلا بقى بينا نتفرج تحت الميكروسكوب على افلام فيها ايه بيزوفيليا وماركت بيزوفيليا. بعد ما اتفرجنا على الشرح النظري للبيزوفيل دلوقتي هنتفرج على الافلام. في الفيلم دي زي ما احنا شايفين كده ادي فيه خليه اهي طالعه من هنا، ده بريفر بلاد، وشايفين بيزوفيل. انا ما يهمنيش كميه اللي هو الجرانيولز، ولكن الباترن بتاع الجرانيولز شكله هنا بصهم شايفينها سودا او ديب بيربل وموجودين هنا في هذه المنطقه دي. دي لو واحد مش اخد باله ممكن تعدي يفتكرها ليمفوسايت. دي نمره 2، واحد يقول لك طب دي ترسيب، لا لو الترسيب كان بيبقى فين؟ فوق الار بي سيز وفي وفوق في السيتوبلازم. اوكي يبقى هنمشي، ممكن ده طبعا ايه هنجري الفيلم شويه كده لغايه لما ايه، لان طبعا البيزوفيل النورمال بتاعتنا من 0 ل1، فاحنا بنضطر دي سيجمنتد دي ليمفو هنا. بس اهي هنشوف هنا واحده اشكينا فيها اهي، دي هنا مونو، لكن لما دي انا نجيبها بقى من هنا شايفينها دلوقتي هنكبرها. شايفين انا بقى ايه عباره عن تو سيجمنت، كانها تو سيجمنت شايفينهم، وادي الجرانيولز بتاعتها السوداء او الديب بيربل موجوده عليها. دي تتعدي لو واحد بياخدها بسرعه عمره في حياته ايه ما هيجيبها، ولو كان واحد بيعمل بالثري بارت ديفرنشال مش هيعدها. دي المونو. شايفين بقى الخليتين دول، دي ودي اهو الاثنين في فيلد واحد، شايفينهم دي بيزو. طبعا في بعض امراض بيبقى البيزو بيسموها دي جرانوليتد، يعني او يعني بتبقى الجرانولز بتاعتها قليله، ولكن شايفين الكم بتاعتهم يبقى هم ايه شايفين قليلين، ولكن عباره عن ايه هيفي ولارج وكبار ماشي. دي بيتعدم ان هو البيزو. اوكي ده كان بريفر بلاد حاله يعني مايل سكليروزس. هنا انظر فيلم اوف بردك ماركت بيزوفيليا، زي ما احنا شايفين ان هنا في واحده هنا كان البيزوفيل. وبصهم في البدايه احنا بنجيبهم فيلم هنا في خلايا بتاع بون مارو، مالكمش دعوه بكل الخلايا دي، احنا المفروض ان شاء الله هتعرفوها بس في وقتها، لكن انا بجيب على خلايا البيزوفيل علشان الفيلم ده مليان بيزوفيل، فاحنا ممكن نتفرجوا لنا هنا على 30 40 واحده بيزوفيل وبسرعه. شايفين بيزوفيل من هنا، شايفين النقطه شكلها ده وكلها ايه سودا، وكمان فوق النيوكلاس دي يبقى دي بيزوفيل. اوكي شايفين دي بردك انظر بيزوفيل اهي، شايفين لما انا بنام كنت شايفين النقط اللي فيها وفوقيها كلها نقط، كل دي بتتعد ان هي بيزوفيل. هنشوفهم كده نمشي كمان بردك، ادي بيزوفيل كمان اهو، نعمل فوكس اهو اهي شايفين حتى في جرانيولز طلع منها فتبين ان هي دي بيزوفيل. مفيش حد هنا يعني، دي بردك هنا بيزوفيل بس مش واضحه قوي.
دي هنا بيزوفيل مكسره، وهنا في برضك بيزوفيل، وهنا في شايفين هنا برضك بيزوفيل. شايفين احنا بنشوف قد ايه كميه البيزوفيل هنا، شايفينها، شايفين البيزوفيل دي، ادي اهي بيزوفيل، وهنا واحده كان فيها بيزوفيل هنا كمان، وهنا اتنين بيزوفيل هنا، شايفينهم؟ شوف الفيلم بقى مليان بيزوفيل، اللي عايز يتفرج على بيزوفيل اهو. فاحنا بنجيبهم فيلم يكون بيزوفيل، كل البيزوفيل بتبقى بهذا الكاركترستيك، بيزوفيل اهي شايفينها. كل دي هتعرفوها بعد كده، كل الخلايا دي هتتعرف ان شاء الله، هتبقى سهله قوي. لكن دي انا دلوقتي بنتكلم على البيزوفيل دول كده، ولما نخلص بقى ان شاء الله كده ترجعوا من الافلام دهيت هتعرفهم ايه اللي جنبها. اهي دي بردك هنا، يبقى دي هنا ايه، بردك هنا ايه بيزوفيل، هنا بردك هنا بيزوفيل، وهنا بيزوفيل، وجنبها واحده بردك بالرغم ان هي صغيره اهي بيزوفيل، وهنا بيزوفيل. دي ادي ليها خليه احنا هنتكلم عليها بعدين، شايفينهم دول؟ دول بيزوفيل. هنا بردك دي بيزوفيل، ودي بيزوفيل. في نهايه الحلقه اتمنى تكونوا استفدتم من المحتوى العلمي، ودايما برحب باستفساراتكم وتساؤلاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.